السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مالك يا عم، مكتئب كده ليه؟ زعلان ليه؟ من ساعة ما اتخرجت لسه ما اشتغلتش ومش لاقي شغل. طيب ما تبعت كده السي في كده نبص السي فيه. في فاضي ما فيهوش حاجة هكتب فيه. طب وريهولي كده، وريهولي كده نبص فيه اتفضل مع بعض. شوف اهو. بص، انا عندي شوية ملحوظات عايز اقول لك عليها. تمام. اتفضل. اول حاجة، السي في ما ينفعش يكون بالعربي، لان اغلب الاتش ار بالذات في الخليج بيكونوا هنود او فلبينيين، فما بيفهموش العربي، فاي سي في عربي بيترمي. خلاص مش هعمل واحد بالانجليزي دلوقتي. طيب في حاجه تانية المفروض بتتبعت مع السي في، هي البورتفوليو. ده معناها بتحط صور لشغلك وبتبعت نموذج منها على الايميل، بيبقى فيها مثلا واخد انت سناب شوت لبعض الشغل بتاعك، سواء في الريفيت، سواء في الاوتوكاد، سواء في الموقع، سواء بس انا لسه ما عملتش مشاريع اساسا. حتى لو حاجه معمولها انت اونلاين. تمام، مفيش مشكله. حتى لو انت تخيلت مشروع، حتى لو انت عندك حاجه من ايام الكليه، مشروع التخرج تعمله، المهم في السي في بتاعك تكون كاتب المعلومات الشخصيه، زي مثلا التزوج والحاجات دي كلها. لو عايز تكتبها بتكتبها في الاخر خالص. في يعني الاول بتكتب الاسم والتليفون والايميل، واهم حاجه رقم التليفون مظبوط، وما تكتبش رقم تليفون البيت. انت كاتب رقم تليفون البيت، ممكن هو يتصل بيك فاخوك الصغير يرد عليه ويشتموا بعض. ويعني الافضل ان انت تكتب التليفون اللي هيلاقيه عليك، اللي هيقدر يكلمك عليه، زي مثلا الموبايل لان ده معاك على طول. وخليك لو انت بتبعت للناس، انت اسهل حاجه طبعا ان انت تبعت ايميلات، تبعت ايميلات السي في بتاعك بدل ما تروح لكل واحد فيهم وتديهوله. فلازم تكتب عنوان واضح وصريح للايميل، لازم تكتب فقره كده ان انا تعريف بنفسك والحاجات دي كلها، بحيث ان هو يبص على المرفقات او يبص على السي في، مش مجرد تروح سايبها فاضيه وسايب الخانه فاضيه. طب لا، سؤال يا استاذي، الميل لازم يكون بصيغه معينه ولا ميلي العادي ينفع؟ يعني لا اعمل ميل جديد مخصوص للسي في. لا، هو لو الايميل بتاعك في اسمك خلاص تمام، انما في بعض الناس مثلا لقيت واحد كان كاتب مازنجر تمام، او تيتو او الحاجات او الحاجات بالظبط. اللي انت عاملها مثلا دلع، او عشان تلعب جاتا فور والحاجات ديت، لا تبقى حاجه خاصه بيها. تمام، تمام. فابدا اكتب بس كده السي في. بس انا السي في بتاعي فاضي لسه ما فيهوش اي بص، حاجه. انا اول ما بديت شغل خالص، كان السي في بتاعي 28 صفحه. تمام، لما اخدت خبره شويه في المجال خليت 3 ورقات، دلوقتي هي ورقه واحده. يعني حضرتك تقصد ان السي في بتصغره مع الوقت؟ لا، مش بصغره مع الوقت، بس هو في الاول خالص ما كانش واحد عنده خبره، فكان بيكتب كل حاجه. تمام، يعني هتكتب ايه؟ هتكتب اي دوره تدريبيه خدتها، هتكتب الحاجات اللي انت عملتها في الكليه، هتكتب اي كورس خدته على الانترنت، هتكتب حتى يعني بتكتب حاجات كتيره جدا. بس هو في الاصل ان انت بتكتب في حدود 3 ورقات. تمام، بعد شويه بتبدا تشوف ايه الحاجات المهمه وتبدا تنظمها، بتبدا تلخصها. يعني اظن ان انت ممكن تلاقي حاجات كتير انت عملتها، حتى لو كانت تدريب، حتى لو كانت مثلا ممكن تكون خدت انت كورس استفدت منه، بتكتب الحاجات ديت. حتى لو انت حضرت ندوه بتبدا تكتبها، بعد فتره بتلاقي ان انت نفسك خدت، بقيت انت اللي بتدي محاضرات، فممكن تغيرها، وبدل ما بقيت بتحضر لا بقيت بتدي محاضرات، فاللي انت حضرته تلغيه. تمام، بس المهم ايه، ما تكررش المعلومات، ويبقى السي في بتاعك شكله كويس، ما يزيدش عن 3 صفح. واهتم برضه بموضوع البورتفوليو اللي احنا لسه قايلينه من شويه. تمام خلاص. طيب انت ممكن تكون مثلا عايز تعمل مشروع تخيلي. بمعنى ايه مشروع تخيلي؟ يعني انت دلوقتي مش شغال مثلا، اللي انا اعرفه ان انت مش شغال، فممكن تتخيل مشروع. مثلا انت عايز تعمل حاجه بيم وريفت، وانت معاك كاد، خلاص حول الكاد ده لمشروع دوت. ممكن تجيب مشروع من النت وتبدا تشتغل فيه. تمام، وتعدل فيه، حتى لو هو مثلا ممكن تجيب مثلا مشروع لزوح حديد وتحاول انت تعمله. طب مش غلط يا استاذ ان انا اكتب مشروع انا ما اشتغلتش فيه على الحقيقه؟ لا، انت اشتغلت فيه بايديك. ما انا اشتغلت فيه بعد ما خلص، يعني انا نزلته من على لا، ما انت مش الانترنت. هتكتب ان انت اشتغلت في المشروع ده بالاسم يعني، بس انا قصدي ان انت بتاخد شويه سناب شوت للمشاريع ديت وتوريهم ان انت تعرف تعمل كذا كذا كذا. يعني واحد مثلا سمح محاضرات كتير بيم، بس ما جاتلوش فرصه ان هو يشتغل. فالحل عشان يخرج من القصه دي ان هو يعمل حاجه موجوده عنده كده، يعملها بيم وياخد منها سناب شوت، وممكن يكتب في السي في انا المشاريع دي اتدربت عليها وخدت فيها خبره. فلما يكون واحد خريج السنه دي وعمل المشاريع ديت،
ده بيدي قوه للسي في بدل ما يبعته فاضي وما فيهوش اي ميزه عن باقي السيفات. دي فكره جميله. طب انا اعمل السي في زي ما حضرتك قلت كده. تعمل السي في ازاي؟ اول حاجه بتحاول تكتب حاجه بسيطه، بتكتب الاسم، رقم التليفون، الايميل، الخبره بتاعتك، الادوكيشن، الدراسه بتاعتك. حاول قدر الامكان تسوق نفسك، انت بتبيع نفسك، ابيعوا نفسي لاول مشتري اتي. فانت بتحاول تقول للراجل انا اهو. فانت مثلا لو عندك عيب مثلا او في مشكله ما تحطهاش، يعني مثلا انت مثلا اتخرجت بمقبول، طب ليه تكتب مقبول؟ قول انا اتخرجت وخلاص. تمام؟ كمان ايه تاني معلومات اقدر اضيفها في السي في؟ انت ممكن تضيف ايه تاني؟ ممكن تضيف اي جواز حصلت عليها، لو دخلت اي مسابقه وكسبتها، الحاجات دي كلها هتبقى كويسه جدا في السي في. تمام؟ تمام. وحاول تركز وانت بتبعت الاعلان. تمام؟ لان اللي بيحصل ايه؟ ساعات الاعلان بيقول لك اكتب لي في عنوان الرساله كذا، يعني هو مثلا بيقول لك ايه؟ لو انت دكتور بشري اكتب كذا في عنوان الرساله. الكلمة دي مش استعباط، هو اوتوماتيك اي حد مش هيبعت الكلمة دي في العنوان هيشال، مش هيبص في السي في خالص. ليه؟ لان هو مش عايز يشغل حد، مش مركز في الشغل، مش مركز في الايميلات. ويعني انا فاكر في مدير احدى الشركات، ويعني شخص صديق، كان كاتب كده وكان متضايق وعنده حق، يعني بيقول لك لازم يبقى في بطالة ان انا اعمل اعلان وطالب مواصفات بسيطه، مش حاجه صعبه. نص اللي بعته ما لهمش دعوه بالوظيفه، يعني نص السيفيهات اللي جات لي ما لهاش دعوه بالوظيفه بس، والباقي كله لا اما مش كاتب العنوان اللي انا قايل عليه، لا اما ساب الرساله فاضيه، مجرد بس عامل اتشمنت للسي في وخلاص. تبدا تتصل بيهم تلاقي التليفونات ما بتردش او تليفونات غلط، واحد كاتب تليفون غلط، طب ده ازاي شغال عنده؟ واحد اصلا مش قادر يحط تليفونه، واحد باعت السي في بتاعه من ايميل الشركه اللي هو شغال فيها، فمعنى كده ان هو اثناء الشغل لما شغله عندي هيخون الامانه ويبعت لناس تانية في وقت الشغل. واحد بيقول لي انا مش عارف اجي المقابله الا بعد الشغل، يعني بعد الساعه 6، يعني مش قادر يوازن في وقته، او مش قادر يجي في يوم تاني، او مش قادر ياخد اذن. فبتحس ان في بعض الناس مثلا مكسله، او يعني الله المستعان، عايز بس ان الموضوع يبقى بجديه، موضوع السي في. ممكن تبعت 1000 ميل في 3 4 ايام، لان مش هيكلفوك حاجه لا فلوس ولا حاجه خالص، هو مجرد النت. هكتبه بالانجليزي واكتب فيه كل حاجه واعرضه على حضرتك وهنزل مشروع من النت واطبق عليه. تمام. لو النت عندك بطيء ممكن تشتغل عليه مشروع عندك، حتى لو اوتوكاد، ملف قديم، لو انت كنت اتدربت عليه مشروع خد منه شويه سناب شوت. المهم ما تكذبش في السي في، ما تحطش حاجه غلط، لان هتقفش. طيب ما حضرتك تقول لي بتعمل ايه علشان تقدر تنجز بالاشغال الذاتي، اقصد بالتعليم الذاتي، يعني بتذاكر كام ساعه وبتذاكر ايه وامتى؟ وانا هقلد حضرتك لعلي افلح. هو بص، هو الموضوع كله يعني بصراحه ما فيش تنظيم وقت، ما فيش حاجه خالص، ظروف الشغل اللي بتحكم. بس الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقول عليها إن الواحد بيحب الحاجة ديت، يعني ما تذاكرش حاجة غصب عنك، ما تشغلش حاجة غصب عنك، لازم تكون بتحبها وتكون مستريح فيها. تمام؟ وتختار الأصدقاء اللي هم يشجعوك على الموضوع. تمام؟ واحد يكون عنده همة عالية فيرفع الهمة بتاعتك. تمام؟ يعني أذاكر كام ساعة علشان أقدر أوصل لقدر علمي محترم؟ هو زمان كانوا بيقولوا 10,000 ساعة، يعني تلاقي في بعض الكتب كده بيقول لك ايه، تعلم برمجة في 10,000 ساعة. بس هو الموضوع ده اتغير. انت في بعض المحاضرة كانت في تيد كانت بتقول 20 ساعة تتعلم الحاجة. تمام؟ بس المهم يكون منظم انت عايز ايه وهتجيبها منين. تمام؟ يعني فرض ان انت مثلا عايز تتعلم مثلا لورجمي، فن ياباني، تطبيق الورق وحاجات زي كده باشكال حلوه بتعلمه دلوقتي، محتاج تعرف حد محترف في الموضوع دوت ويقول لك على ازاي، او يشرح لك ازاي تتعمل، او يقول لك على القنوات على اليوتيوب تعملها ازاي. يعني لو انت محدد انت عايز ايه ومحدد ايه اقصر حاجه او اسرع حاجه تتعلم منها الحاجه دي، هتاخد منك وقت قليل. تمام؟ هتقدر اي حاجه
تتعلمها بسرعه. حضرتك كنت بتذاكر بقى من النت ولا كنت بتشتري مراجع؟ لا هو حاليا كل حاجه من على النت بسبب ان انا مسافر في قطر فصعب ان انا اشتري، فكله على النت دلوقتي. معذر، سؤال اخير، لو هبدا مذاكره انزل كورسات واذكرها ولا افضل اذاكر كتب افضل؟ بخير من شخص لآخر يعني، في واحد بيستوعب أكتر من الكتب، واحد تاني بيستوعب أكتر من الفيديوهات، في واحد بيحب دي واحد بيحب دي، شوف أنت عايز إيه. تمام، أنا عن نفسي بحب أتفرج على حاجة يوتيوب كده سريعة أفهم منها الفكرة عموما عن البرنامج، وبعد كده ببدأ أشوف بقى الكتب والمراجع بالتفصيل بقى. جزاك الله خير يا باشمهندس، وربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك والتوفيق، ودور كده على حد وشوف بعض في مواقع كتيرة فيها كورسات كويسة زي كورسيرا، زي منتقى الدارين، زي تيد، هتلاقي فيها معلومات كتيرة جدا. حاول بس انا عايز اتعلم ريفيت، حضرتك ممكن تقول لي على المدونة العنوان بتاعها؟ بص، هتلاقي في مهووس البيم دي، لو عملت سيرش على النت هتلاقي مهووس البيم او بيم ارابيا، هتلاقي فيها بعض المعلومات الكويسة عن البيم اللي اتمنى انها تفيدك ان شاء الله. إن شاء الله وربنا يوفقك إن شاء الله، ومستنيين بس في جديد بإذن الله. بإذن الله يا باشمهندس.